بعد وفاة أبي الأنبياء آدم عليه السلام، استمر الناس على عبادة الله وحده، ومرت السنون السنة تلو الأخرى، وهكذا ظل الناس قرونا بعيدة يوحدون الله الواحد الأحد ولا يشركون به شيئا، إلى أن تدخل الشيطان كعادته ليفرق الناس بالشرك بعد أن كانوا أمة واحدة. وكان هناك خمسة رجال صالحين يدعون الناس لعبادة الله، وكان الناس يحبونهم ويستمعون إليهم. وعند وفاتهم افتقدهم الناس، وكان هذا أول مداخل الشيطان بينهم. لماذا لا ترسمون لهم صورا أو تقيمون لهم تماثيل تذكركم بهؤلاء الرجال الصالحين؟ أها، نصورهم؟ نعم، أليسوا شيوخكم؟ نعم، هم أولياء الله الصالحين. قوموا فاعملوا لهم التماثيل وخلدوا ذكراهم. وهكذا نجح الشيطان في إدخال الشرك إلى الأرض، وظل الناس يصورونهم ويقيمون لهم التماثيل حتى مر عليهم الزمان، فأصبحوا هكذا يعبدونهم من دون الله. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. سأذبح لك الذبائح وأهب لك العطاء، ولكن اشف لي ولدي يا ود، أتوسل إليك يا ود، اشف لي ولدي. يا ود، أنت أول معبود في الأرض، اشف لي ولدي يا ود. وهكذا كانت الأرض في انتظار أول رسول يخلصهم من الشرك والكفر وعبادة الأوثان، سيدنا نوح عليه السلام، فهو أول الرسل وهو من أولي العزم من الرسل. وقف نبي الله نوح يدعو قومه للتوحيد ولعبادة الله الواحد الأحد وإفراده بالعبادة، ولكنهم أعطوه ظهورهم ووضعوا أصابعهم في آذانهم وغطوا وجوههم بثيابهم. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. ماذا تريد منا يا نوح؟ نحن لا نريد أن نعبد إلهك هذا، لا حاجة لنا به، لن نعبد إلا آلهتنا. هيا اذهب من هنا، أنت يا نوح المجنون. المعركة بين الحق والباطل مستمرة طوال الوقت، لكن نوح يدعو قومه ليلا ونهارا، لا يكل ولا يمل أبدا من دعوته، قاصدا بذلك وجه الله الواحد الأحد. لا أدري لماذا يرفضون دعوة أبي لتوحيد الله. يا سام، هؤلاء قوم ضلوا عن طريق الهداية، فلا تحزن يا أخي، فقد باءوا بأوزارهم. حتى أمنا تقول عن أبينا إنه مجنون. هذا هو الأمر المؤلم يا سام. عاش نوح في معاناة حقيقية مع قومه، ولكنه لم يمل أبدا من الدعوة إلى التوحيد وترك عبادة الأصنام، ورغم كل ما تعرض له نبي الله من الإيذاء والإهانة والتكذيب من قومه، ما زال نوح يدعو إلى توحيد الله والبعد عن عبادة الأصنام. هيا اذهب من هنا، أنت يا نوح المجنون، هكذا قالت زوجتك والها. ونوح على صبره وإيمانه يدعو لهم بالمغفرة، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ابتعد عنا يا مجنون. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. ولكن نوح لم يكن أبدا ضاجرا مما يفعلون، وما زال يدعو لهم ولا يدعو عليهم. يا إلهنا نصر، أدعوك أن تزوجني، فأنت إلهنا والقلوب بيدك،
وأنا سأعطيك حتى ترضى. يا نسر، لماذا أنت لا تنطق؟ وقد اشتد إعراض قوم سيدنا نوح له، وازداد إيذاؤهم له ولمن اتبعه، فجاء أمر من الله لنبيه لبناء السفينة، وأمره بأن يغرس شجرا وأن ينتظره. فقام نوح بغرس الأشجار وانتظر 100 عام، ثم قطعه وبنى السفينة في 40 عاما، وقيل في 100 عام. وكان خشب السفينة من خشب الساج، وقيل من الصنوبر. كان نوح النجارا، صناعته أن يصنع من الأخشاب ما يشاء، وهو الآن يصنع سفينته. تصنع سفينة في الصحراء يا نوح، يعقل هذا؟ حتى لما شرع في بناء الفلك كان هذا مصدر استهزاء وسخرية من قومه. أي اذهب من هنا، أنت يا نوح مجنون. فاصبر يا نوح، إن نصر الله قريب. ظل نوح يصنع السفينة ولا يلتفت لما يقوله هؤلاء الناس، فقد أعرض عن الجاهلين. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. ابتعد عنا أيها المجنون، واذهب لبناء السفينة في الصحراء. أنت من جعلت من صديقة والها امرأة تعيسة بأفكارك هذه، فانصرف عنا، انصرف، هيا. واستمر هذا الأذى لنوح عليه السلام طوال فترة دعوته بالرجوع عن عبادة الأصنام والدعوة إلى الدخول في دين الحق. هيا بنا ليذهب إلى هذه السفينة ونسخر من نوح. تصنع سفينة في الصحراء يا نوح؟ أيعقل هذا؟ من الذي دعاك لهذه الخرافة؟ سنجمع أبناءنا ليلعبوا فوق هذه السفينة. مجنون، إنك رجل مجنون. ظل نوح يصنع السفينة ولا يلتفت لما يقوله هؤلاء الناس، فقد أعرض عن الجاهلين. اذهب عنا أيها الرجل المجنون، أنت رجل سفيه، أي إله هذا الذي تريد منا أن نعبده؟ يا له من يقين كبير لدى أبينا يا حام. إن أبانا يا يافث هو أول الرسل. يجب أن نعمل مع أبينا بكل جد، وأتمنى أن يأتي اليوم الذي يصدقه الناس ويؤمنوا بدعوته. وهكذا ساعد أبناء نوح أباهم في بناء السفينة، حام وسام ويافث، فهم مؤمنون برسالة أبيهم عليه السلام. واستمر هذا العذاب طويلا، سنوات تلو سنوات، ونوح في دعوته لم ييأس ولم يتراجع أبدا رغم مرور 100 الأعوام على ذلك. واجتمع كبار القوم وأثرياؤهم يتشاورون كيف يمكنهم رد نوح عليه السلام عن دعوته وإغرائه بالمال والسلطة. غدا سنعرض الأموال على نوح، وأنا لا أعتقد أنه سيرفضها. لا يمكن أن يرفض عرضا مثل هذا، فما جمعناه له من أموال يفوق أموالنا جميعا. ولكنه رجل عنيد. عنيد قبل أن يرى الأموال، فالمال أقوى مما تتخيل في تغيير نفوس البشر. أجل، غدا سيغير نوح عقيدته ويعبد آلهتنا. وبعد أن جاءوا لنبي الله نوح ورفض جميع عروضهم من متاع الدنيا، عجب القوم منه وبدأوا الحديث عنه. كيف يرفض نوح كل هذا المال يا والها؟ نوح بالتأكيد سيرفض كل هذه العروض. وما هو السبب وراء كل هذا التعند من نوح؟ لأنه مجنون، مجنون. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله، وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم
ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. ماذا تقول يا أبا مهدي؟ كيف هذا؟ نوح على الحق يا أم مهدي، نوح بالتأكيد على الحق. على الحق؟ نعم، كيف لرجل لا يملك شيئا من متاع الدنيا أن يرفض كل هذه الأموال إلا إذا كان على الحق؟ تقصد أن هناك ما هو أفضل من كل متاع الدنيا وأموالها عند نوح؟ نعم يا زوجتي، نعم. وما هو؟ الله. الله؟ نعم يا قويسة، الله الواحد الأحد. إذن أنت تدعوني لترك عبادة ود وسواع يا زوجي؟ نعم، أدعوك إلى هذا يا قويسة. ولكني من المستحيل أن أترك آلهتي التي نشأت على عبادتها، مستحيل. إنها أصنام، أصنام لا تملك لنفسها ضرا ولا نفعا يا قويسة. مستحيل، مستحيل، مستحيل أن أترك آلهتي، لا لا. وهنا نجد أن نوح عليه السلام رغم أنه ضعيف وفقير إلا أن قومه يخافون من انتشار دعوته، ولهذا فهم يعرضون عليه المال والجاه. ورغم كل ما تعرض له نبي الله من الإيذاء والإهانة، ما زال نوح يتعبد ربه ويدعو الله أن يهدي قومه لدين الحق والابتعاد عن الضلال والشرك وعبادة الأصنام. ورغم كل شيء استمر نوح في بناء السفينة غير ملتفت لما يفعله قومه من مؤامرات له ولأهله ولأسرته. استمر نوح في يقينه بالله الواحد الأحد، يدعو الناس إلى عبادته وتوحيده دون ملل أو يأس أو كسل أو تراجع. تحمل كل هذا الأذى من أجل إتمام رسالته عليه السلام. تصنع سفينة في الصحراء يا مجنون؟ هل تتخيل حقا أنها سوف تسير في الصحراء؟ يا رجل عد إلى صوابك، فقد أصبحت أضحوكة يسخر منها الكبير والصغير. مجنون أنت يا نوح، مجنون حقا. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. ولكن نوحا لم يلتفت لهذا، بل استمر في بناء سفينته فوق الرمال ليقضي الله أمرا كان مفعولا وليجزي الله الصابرين أجرهم بغير حساب. هذه هي السفينة التي يصنعها نوح يا مهدي. ولماذا يصنعها يا أبي؟ هذا أمر يحيرني يا ولدي. لذلك سبب بالتأكيد، ولكن الناس لا يعرفون. ولكني على يقين أنه يفعل ذلك بوحي من الله. كيف ذلك يا أبي؟ حدثني أكثر. إن نوحا يدعونا جميعا إلى عبادة إله واحد لا شريك له. ثم ماذا يا أبي؟ وأن نترك عبادة الأصنام التي لا تضر ولا تنفع ويساوي بين الأمير والفقير. نعم يا ولدي. ولماذا لا نتبع هذا الدين الحق يا أبي؟ أنا بكل جوارحي أميل إلى اتباع هذا الدين مع نوح النبي. دعا نوح قومه سرا كما دعاهم علنا، وأمرهم باستغفار الله تعالى وذكرهم بعاقبة التائبين المستغفرين، ووعدهم بالرزق الوفير وبالأموال والبنين إنهم اتبعوا دعوته، فما زادهم كلامه إلا استخفافا واستكبارا. كان نوح على يقين أن ربه سوف ينصره على هؤلاء مهما طال الزمن. ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا
ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ظل نوح وأبناؤه الصالحون يبنون السفينة منتظرين الوعد الرباني العظيم، واستمر قومه في استهزائه حتى بدأ في الدعاء عليهم. لقد أشرفت السفينة على الاكتمال بفضل الله. أيام وننتهي من المهمة، ترى ماذا سيحدث بعد أن يتم نوح بناء السفينة؟ هذا أمر لا يعلمه إلا الله، ونحن نمتثل لأمر الله. نوح عليه السلام ذاق العذاب مع هؤلاء العصاة لمئات السنين. نعم، وصبر على هذا البلاء واحتسب. حان وقت الوعد الحق، وانتهى بناء السفينة، وجاء أمر الله لسيدنا نوح بالاستعداد للخروج من القرية الظالم أهلها. أمر الله نوحا أن يأخذ من كل زوجين اثنين، فإن الحياة سوف تبدأ صفحة جديدة مع المؤمنين الصالحين. حتى إذا جاء أمرنا وفاردت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن، وما آمن معه إلا قليل. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. فبدأ سيدنا نوح بالصعود مع من آمن معه من قومه وأهله إلى السفينة، فقد جاء العذاب الذي أنذر به قومه، وظهرت الآية التي تدل على العذاب المنتظر، وبدأ المطر ينزل بغزارة من السماء، وانفجرت الأرض بالماء وغرق القوم كلهم. ولما بحث سيدنا نوح عن ابنه وجده يصعد جبلا هربا من الغرق، قال نوح لولده: يا بني اركب معنا، لكنه رفض: لن أركب معكم، سأوي إلى جبل يعصمني من الماء. فقال له نوح: لا عاصم اليوم من أمر الله. ولكن ولده أبى وعصى: لن أركب معكم، سأصعد إلى جبل عظيم يعصمني من الماء. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وبعد انتهاء عذاب الظالمين جاء أمر الله للسماء أن تتوقف عن إنزال المطر، وللأرض أن تعيد الماء فيها، وذهب الماء وكأنه لم يكن، وتوقفت سفينة سيدنا نوح على جبل الجودي، ونزل منها مع من آمن معه بسلام. ولما غرق ابن سيدنا نوح دعا نوح ربه وقال: إنه من أهلي، وإنك وعدتني أن تنجي لي أهلي. فقال له ربه: إنه ليس من أهلك إلا الذين آمنوا، وكان الوعد بنجاتهم، فسؤالك هذا عمل غير صالح، وإني أنذرك أن تكون من الجاهلين. فندم سيدنا نوح واستغفر ربه على سؤاله وطلب منه العفو والمغفرة. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق
وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. كان ذو القرنين يجوب الأرض ليصلح فيها ويدعو الناس إلى توحيد الله، وقد مكن الله له في الأرض وجعله من العارفين بأسرار العلوم الإنسانية وفنون القتال. إثني ركبتك الأمامية وأنت توجه الضربات. أمرك يا سيدي القائد. هيا اضرب. لا تندفع كالثور واحرص على حفظ توازنك. معذرة يا ذا القرنين. بتار عقاب. أمرك يا ذا القرنين. رهن إشارتك. أريد تدريبا عنيفا على حفظ التوازن وعلى تحمل الجهد. اجعلهم يعبرون البحيرة فوق ألواح من جذوع الأشجار. أليس الاختبار شاقا؟ من يفشل فيه لا أريده في جيشي. واجعلهم أيضا يمشون زحفا بين النيران المشتعلة. أمرك يا سيدي. لا راحة قبل أن تتم التدريب على أحسن وجه. من يسقط من التعب يترك الجيش فورا. أيها التاجر، أريد شيئا من اللحم وليس معي إلا قطعة من الفضة. خذ اللحم دون أجر يا عماه. دون ثمن؟ بارك الله لك. بل ادعوا لذي القرنين الذي نشر العدل والخير. اللهم اغفر له ما كان من تقصيره في خدمة الناس. عقاب أين أنت؟ هنا، لم آكل منذ الصباح. ليس هذا وقت الطعام، هناك اجتماع عاجل مع القائد ذي القرنين. اجتماع عاجل؟ أنتم تسألون أنفسكم لماذا هذا الاجتماع في جوف الليل؟ بالتأكيد للقائد الحكيم أسبابه القوية. استعدوا للسفر. سفر آخر؟ لقد جبت معظم أنحاء الأرض يا سيدي. ها قد اعترفت، معظم وليس كل. يجب أن أسافر إلى كل أنحاء الأرض لأتأكد أنني لم أقصر في حق الناس. لماذا تشعر دائما بالتقصير يا سيدي؟ إن العلم والتمكين في الأرض ابتلاء للعبد. الله ابتلاني بالقوة والعلم ليرى إن كنت أشكره أم لا. وما هي علامات الشكر في رأيك يا سيدي؟ أقلها أن أمضي وقتي في خدمة الناس والسعي إليهم في كل مكان، أنشر بينهم الدعوة إلى الله وأعينهم على أمور دنياهم. لنسافر غدا إن شئت. بل نسافر الليلة، سأصحب القائد عقابا والقائد بتارا وجنودهما في الرحلة، وأترك بقية الجيش هنا لحماية الناس. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. هؤلاء القوم لماذا يجلسون كالمرضى؟ هل نجد لديكم قليلا من الماء لنا وللخيول؟ إننا نكاد نهلك من الظمأ ولا زرع أمامك. كيف تعيشون إذن؟ ننتظر هبوط الأمطار لندخر الماء في أوان ضخمة. ولماذا لا تحفرون الأرض وتخرجون منها الماء؟ الماء في هذه الصحراء الجرداء؟ كيف؟ سأنقب لكم عن الماء، يمكنكم أن تحفروا هنا. الماء يا سيدي، لا أصدق عيني، نعيش فوق الماء.
ولا ندركه، كيف أشكرك؟ لست أنا من يستحق الشكر، بل اشكر من وهبك الخير. عمن تتحدث؟ عن الله الواحد الأحد الذي خلقنا ووهبنا نعمه لنعبده ونشكر فضله. اللهم لك الحمد وحدك ولك الشكر وحدك. لا نريدكم أن ترحلوا يا سادة، لقد انتهت مهمتنا. ألا يمكنكم أن تبقوا معنا بضعة أيام أخرى؟ هذا قرار القائد ذي القرنين. نريدك أن تبقى معنا أيها السيد الكريم. انهض أيها الرجل ولا تنحني لغير الله، لقد تعلمتم الآن حفر الآبار وزراعة المحاصيل الصحراوية، وبعد أيام ستنبت في أراضيكم أشجار النخيل لتطعم أولادكم، فصلوا لله واشكروه. إلى أين نتجه الآن يا سيدي؟ إلى الغرب. إن جيش ذي القرنين على أبواب المدينة، احسموا أمركم. الحرب 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 الحرب. انتظروا أيها القوم، لماذا نحارب ذا القرنين؟ إنه رجل صالح وعادل، ولم ينهب أرضا دخلها. وما ذنب أطفالنا في تلك الحرب؟ أنتم خونة، أتباع للغزاة. نقتلهم يا سيدي. ليس الآن، بعد أن نتصدى لذي القرنين وجيشه ونقهره نلتفت للخونة. هل أنتم واثقون بأننا نستطيع مقابلة جيش ذي القرنين؟ أعتقد أن... ما هذا؟ زلزال زلزال. المصيبة الأكبر، إنه جيش الأعداء. أيها القوم، ما جئت معتديا ولا طامعا في أرضكم، وإنما جئت لأنشر الخير والعدل. ما رأيكم؟ المسألة لا تحتاج إلى رأي، نحن نستسلم. أيها القائد، خذ ما شئت من ذهبنا وأرضنا وعبيدنا واتركنا لنعيش. ماذا نفعل بهؤلاء القوم؟ احتجزهم حتى ننظر في أمرهم. ماذا ترى؟ هل سيقتلنا؟ بالتأكيد سيقتلنا كما كنا نفعل بأعدائنا، إنها النهاية. سنؤخذ نحن بذنوبكم ونعذب جميعا. سيدي، ماذا نفعل بشأن الأسرى؟ سنعذب الظالمين لينالوا نصيبهم في الدنيا ويكونوا عبرة لغيرهم، ثم يعذبهم الله العذاب الأكبر يوم القيامة. لقد كان القوم كلهم فاسدين، فهل نعذبهم جميعا؟ لا، الأبرياء والمستضعفون لا ذنب لهم. ولكنهم سكتوا عن الظلم يا سيدي. لم يكن بوسعهم غير السكوت، لم يكونوا قادرين على المقاومة. هل نعفو عنهم إذن؟ ليس هذا فقط، بل سنعوضهم عن الظلم ونقول لهم قولا طيبا يرضيهم. الحمد لله الذي مكنني في الأرض وآتاني أسباب النصر وألهمني أن أحكم بالعدل. حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما، قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. أنهى ذو القرنين مهمته وقرر الرحيل، فسافر هو وجيشه في رحلة طويلة. سيدي، لقد استبد بنا التعب. يحتاج الجنود إلى الراحة والخيل كذلك، مرهم بالتوقف. سيدي القائد، إننا نسير منذ أيام طويلة ولا نعرف وجهتنا. إننا نجاهد في سبيل الله يا عقاب، وجهتنا كل إنسان على الأرض يحتاج إلى النصح أو المساندة. ولماذا نختار الأماكن الوعرة؟ سكان القصور والحدائق ليسوا في حاجة إلينا، بل يجب علينا أن نقومهم إذا تجبروا وأفسدوا في الأرض. أما الفقراء فهم ضالتنا التي نبحث عنها.
صلوا من أجل طرد الأرواح القادمة مع ذي القرنين. توقف أيها الساحر، إن ذا القرنين لا يؤذي من يسالمه، وهو يريد فقط أن يساعد الناس وينشر دعوته. يجب أن ندافع عن آلهتنا التي كان يعبدها الآباء والأجداد. ندافع؟ إن جيشه لم يهزم من قبل. ستعيننا أرواح الآلهة. لو كانت هذه الآلهة قادرة على القتال فلتواجه ذا القرنين وحدها. ماذا تقول يا حكيم القرية؟ احقن دماء أهل قريتي وأحذركم من غضب ذي القرنين. ماذا يفعل هؤلاء؟ إنهم يؤدون رقصة التحية ويعبرون عن انتمائهم وولائهم. أشكرهم، ولكني أريد أن أقول شيئا. صمتا أيها الناس. إن ولاءنا لله وحده، والله لا يفرق في الجزاء بين غني أو فقير، أبيض أو أسود. أعمالكم الطيبة هي التي ترفع درجتكم عند الله. قوموا بترويض الخيول كما علمتكم. عندي سؤال يا سيد القائد. تفضل. كيف تعرف كل هذه الأشياء؟ صيد الحيوانات وترويضها، وعلاج الناس، وبناء البيوت، وزراعة الأرض. هذا من فضل الله وحده، قد آتاني الله من كل شيء سببا ودلني على طريق المعرفة. هل لازلت مصمما على الرحيل؟ لقد أديت مهمتي هنا. إذن اسمح لي أن أقترح عليك أمرا. ماذا؟ هناك قوم في الجنوب يحتاجون إلى عونك ومساعدتك. أتجه إليهم بإذن الله. الحرارة لا تحتمل. غدا تعتاد الجو الحار. هل سنبقى هنا للغد؟ بل سنعسكر ونبقى حتى نعلم سكان هذه الأرض ونفيدهم من فضل الله علينا. أي سكان يا سيدي؟ المكان يبدو مهجورا. لا يمكن لإنسان أن يعيش تحت هذه الشمس المحرقة. إنهم هناك. ما أغرب تصرفاتهم؟ يبدو أنهم يحمون أجسادهم من الحرارة الشديدة. وأين مساكنهم؟ هؤلاء قوم بدائيون لم يروا مساكن من قبل، ولم يعلمهم أحد كيفية البناء. وكيف ينامون إذن؟ الأمر يحتاج إلى دراسة. مروا الجنود بأن ينصبوا الخيام. يسألون عن الخيام، أدهشهم شكلها وأرادوا أن يكون لهم مثلها. يمكننا أن نترك لهم الخيام وننصرف. ستبلى بعد قليل وسيعودون إلى المشكلة نفسها. وما الحل يا سيدي؟ نعلمهم بأن يبنوا بيوتا وأكواخا تحميهم من حرارة الشمس، ونعلمهم أن يحفروا أنفاقا في الأرض يسيرون فيها أثناء النهار. أمرك يا سيدي، ولكننا لا نعرف لغتهم. سأحدثهم أنا. أريدكم الآن أن تصنعوا مناشير ضخمة لقطع الأشجار. في الحال يا سيدي. وأنت يا عقاب، مر جنودك بأن يجدلوا من تلك الأغصان اللينة حبالا، وأن يجمعوا المادة الصبغية من جوف الأشجار. يمكنهم هنا تخزين الحبوب والفواكه والمرور إلى الناحية الأخرى من الغابة. المهم أن يفهموا الغرض من عمل هذه السراديب. احذر وأنت تتحدث أمامهم. لماذا؟ لأننا تعلمنا بعض الكلمات. علمنا ذو القرنين لغتكم. هذا يعلمك يا بتار أن تكون حريصا في كلامك. ألا زلت تعتقد أننا أضعنا وقتنا في هذا المكان؟ سامحني يا سيدي، جزاك الله خيرا عنا وعنهم. هيا لنصعد وليبيتوا ليلتهم في البيوت الجديدة. إننا لن ننساك يا ذا القرنين. أشكرك، لا تنسى أن تدعو لي في صلاتك. أنا أدعو لك؟ من يدري أينا عند الله أكثر صلاحا؟ ليست الهدايا في مقامك، لكنها أفضل ما لدينا. هذا الذهب لا يلزمني، ربما يسعد النساء في قبيلتكم. هل ترد هديتنا المتواضعة؟ أترك لكم الذهب وأخذ الصندوق الخشبي الذي صنعتموه من أجلي حتى لا أرد الهدية. كيف أجدك إن أحببت أن أزورك؟ لا أدري، أنا لا أستقر في أرض كما ترى، ولكن أحب أن أراك على خير. هونغا. وعليكم السلام أيها القائد النبيل. ثم أتبع سببا،
حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. مضت أيام كثيرة على الجيش حتى وصل إلى منطقة جبلية عجيبة. كان هناك جبلان عظيمان يشبهان سدين هائلين نحتتهما يد الزمن في الصخور. توقفوا هنا، الخيول لا تستطيع أن تصعد أكثر من هذا. نعسكر إذن أيها القائد؟ بل نستمر في صعود الجبل. كيف؟ إن في ذلك خطورة بالغة. أنتم مدربون على التسلق وعلى القتال أيضا في أصعب الظروف. لا أظن أن هناك أقواما يعيشون في تلك المنطقة النائية. كان هذا نفس ظنك عند مطلع الشمس. سنصعد الجبل، هل تريد أن تبقى هنا؟ لا يا سيدي، لم أقصد. إننا دائما أتباعك المخلصون. سبحان الخالق العظيم، والحمد لله أن منحني شرف السجود في كل بقاع الأرض، من صخور الجبال ورمال الصحراء وشواطئ الساحل وأرض الغابات المعشوشبة. عاد القائد عقاب ومجموعته من جولة الاستكشاف. أين هو؟ اقترب يا رجل. اسمح لي يا سيدي أن أعتذر أولا، كان رأيك هو الأصوب كالعادة. لا عليك، هل قابلت أحدا من سكان تلك الجبال؟ رأيت عددا كبيرا منهم، ولكني في الحقيقة لم أستطع أن أكلمهم. لماذا؟ يتحدثون لغة عجيبة ولا يكادون يفقهون قولا. دلني فقط على مكانهم، لا تطاردهم، سأحدثهم بلغتهم. سياناو، السلام عليكم يا أهل تلك الأرض، جئتكم بالسلام ولا أنوي القتال، إنما أريد أن أدلكم على خيري الدنيا والآخرة. ماذا يقول القائد؟ لغة لا نعرفها. هل يفهمون كلامه؟ بالتأكيد، ولكن يبدو أنهم لا يرغبون في الحديث. ما أعجب هؤلاء القوم، إنهم حتى لم يعطوني الفرصة للتفاهم ومعرفة مشكلتهم. تبدو على الغريب علامة الطيبة والصلاح. أي طيبة وأي صلاح، إنه مثل غيره يريد أن يفترسنا. لو كان من أكلة لحوم البشر مثل يأجوج ومأجوج لحاول أن يمسك بنا. لا 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 أظن ذلك. وإذا أظهر لنا أنه مفسد وأنه متوحش؟ لن نخسر شيئا، إن يأجوج ومأجوج يتناوبون الهجوم علينا ويقتلون منا أعدادا في كل مرة. معك حق، هي تجربة خطيرة، لكن ليس أمامنا حل آخر. لنسرع إليه قبل أن يستيقظ قوم يأجوج ومأجوج من نومهم. هيا بنا، ابقوا أنتم لحراسة الأطفال والعجائز. أين ذهب القوم الذين يسكنون السهل يا جوجة؟ إنني جائع. تسلى بتناول الغزلان الجبلية حتى يظهر البشر. لا أريد أن أفسد الشهية، أريد لحما آدمية. لا تخافا، لن أؤذيكما. نشكرك، أرجو أن لا تكون من أكلة لحوم البشر. ما هذا القول؟ نحن لا نأكل لحم إخواننا. هل تعدنا إخوانك؟ بكل تأكيد، خلقنا الله من أب واحد، هو سيدنا آدم عليه السلام. من أين جئت بهذه المعلومات؟ قرأت الكتب السماوية التي نزلت على أنبياء الله عليهم السلام، وأعرف أن نبيا خاتما سيأتي في القادم من الأيام ليجمع المؤمنين على كلمة سواء. لم نرى في حياتنا إنسانا مثلك، ما اسمك؟ يمكنكم أن تنادوني بذي القرنين. صدقونا أيها الناس، إن ذا القرنين رجل صالح ولا يريد إيذاءنا. لولا حربته التي أصابت زراع العملاق من قوم يأجوج لما كنا على قيد الحياة. ربما أعاننا على يأجوج ومأجوج إذا طلبنا منه ذلك. وهل تعتقدون أنه سيعيننا دون مقابل؟ لنفترض أنه يريد أجرا مقابل حمايتنا، أي قيمة لأجر يساوي الحياة؟ لنعطه الذهب أو لنجعل له خرجا من ثروتنا، إنه يستحق.
اهربوا، إنهم قوم مأجوج. لا تخافوا، أنتم الآن في حمايتي. إنك لا تعرفهم يا سيدي، إنهم أقوام شرسون. لقد رأيت عملاقين منهم، إنهم قوم يأجوج. أما مأجوج فهم أكثر خطورة. كيف؟ هل هم أكبر حجما؟ بل الأصغر، ولكن لهم أنياب ومخالب كالأسود المفترسة، وهم يهجمون كالبهائم وفي سرعة البرق. كم أعداد يأجوج ومأجوج؟ ما استطاع أحد حصرهم. أمر عجيب، إن محاربة هؤلاء القوم تعني فناء الجيش دون فائدة. والعمل، كيف نتصرف؟ لقد تصورنا أنك تستطيع مساعدتنا. سأفعل إن شاء الله. أيها القائد الكريم، لقد أحضرنا هذه الهدايا لك، ونعدك بأن نعطيك في كل عام أجرا كبيرا. أرجوك أن تقبل. خذوا أموالكم وهداياكم، لست أتقاضى عن عملي أجرا، إنما أعمل لوجه الله عز وجل. لقد سمعنا من أخبارك الطيبة، وأنك تبني المدن والسدود وتمضي في الأرض معمرا مصلحة. هذا من فضل الله. نرجوك أن تبني لنا سدا يمنع عنا أذى يأجوج ومأجوج. سأبني لكم السد، ولكن عليكم أن تعينوني. نحن خدمك ورهن إشارتك. مرنا، ولن تجد منا إلا السمع والطاعة. توكلت على الله. لماذا لا نهجم على أهل السهول؟ إنهم يختبئون عند الرجل القوي الذي يقود جيشا. نستطيع أن نهزمهم ونأكله هو الآخر. إن القائد الذي يحمي سكان السهول كثير السفر والترحال، غدا يسافر ويتركهم لنا فريسة سهلة. نعم نعم، أفضل ألا أجد مقاومة من الطعام الذي آكله. آتوني بالحديد، ضعوه هناك. لماذا لم تستعن بالجنود بدلا من هؤلاء القوم؟ نحن أقوى منهم وأسرع. يجب أن يعملوا ليحموا أنفسهم من الأعداء. كان بوسعنا أن نقاتل يأجوج ومأجوج مهما كانت أعدادهم. ليس من الحكمة أن أقاتل وأعرض آلاف الجنود للموت، بينما بإمكاني منع هذا دون إراقة الدماء. انصهر الحديد أيها القائد. أنفخ الآن حتى يصير نارا. هل نهدر النحاس المذاب؟ نعم. صبوا بالمقادير التي أشرت عليكم بها. حسنا، هذا يكفي. ماذا نفعل الآن؟ هذا دوركم في الراحة، ولتأتي المجموعة الثانية للعمل. لم نشعر بتعب يا سيدي. هذا أمر واجب التنفيذ، فلتنصرف تلك المجموعة إلى الراحة. هيا أكملوا عمل إخوانكم. ألا يكفي هذا الارتفاع؟ لا، يجب أن يصل إلى آخر الجبل. لن يستطيع تسلق هذه المسافة. إننا نبني سدا ليعيش إلى ما شاء الله. بتار. نعم يا سيدي القائد. هل تأكدت من متانة البناء؟ إنه شديد الصلابة وأملس إلى أقصى درجة. هذا ضروري حتى يفشل أهل يأجوج ومأجوج في تسلقه أو نقبه. إنك لم تنل قسطا من الراحة منذ أيام. يجب أن نسرع يا عقاب قبل أن يستيقظ يأجوج ومأجوج ويهاجموننا. ما هذا؟ متى بنوا هذا السد؟ هيا لنندفع جميعا ونحطمه. إنه لا يتزحزح. اقذفوا بكرات النار. النار ترتد إلينا. افعلوا أي شيء. الأقوام الصغيرة تحاول حفر السد بأنيابها ومخالبها. إن أنيابهم تتحطم والسد لا يتأثر. استمروا في خلط الحديد بالنحاس المصهور وتعلية البناء. انتهى البناء أيها القائد. هذا رحمة من ربي. مر الجنود بأن يستعدوا للرحيل. إلى أين نتجه هذه المرة يا سيدي؟ إلى أرضنا. ألم تشتاقوا إلى أولادكم وأهاليكم؟ كدنا ننساهم يا سيدي. هذا قدر المجاهدين في سبيل الله. هذا السد لا يمكن تحطيمه، أظن أنه سيبقى إلى أبد الدهر. لا شيء يبقى إلا الله. السد اليوم منيع، ولكن له أجل سيبلغه، ويوم يجيء وعد الله
سينهار السد ويطغى يأجوج ومأجوج في الأرض. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. كان نبي الله أيوب عليه السلام رجلا واسع الثراء، أنعم الله عليه بنعم كثيرة، وكان يحسن الشكر على النعمة، وتعينه على ذلك زوجته الصالحة رحمة. سامر خذ مني يا بني. لا داعي، الكل أمامه طعام وفير بفضل الله. زيادة الخير أفضل. اسمع يا بني، حاول أن تتأكد أن أباك ينال شيئا من الطعام. تعرفينه أكثر مني يا أمي، لا يأكل حتى يتأكد من إطعام الضيوف أولا. تفضل. السلام عليك يا بني. وعليك السلام يا عماه، هل من خدمة أؤديها لك؟ إنني جائع، وسمعت أن بهذه المدينة نبيا يقدم الطعام لمن يطلبه. هذا صحيح، ولكننا للأسف فرغنا الآن من الوليمة، شرفنا في الغد إن شاء الله. شكرا لك على كل حال. انتظر يا سيدي أرجوك، إن ولدي لم يقصد أبدا. اذهب يا سامر واسبح أكبر كبش لدينا وأعد الوليمة في الحال لضيفنا الكريم. لا داعي للتعب، يمكنني أن أنتظر حتى الغد. سمعك نبي الله أيوب وبكى قائلا أأبيت شبعان وفي بيتي ضيف جائع، ثم أمرني أن أستبقيك. يملك المال والحقول ثم ينشغل بغريب طاعن في السن مثلي. الملك لله وحده يا سيدي، ما نحن إلا عبيد وإماء. تفضل معي، فنبي الله أيوب يصر على أن يخدمك بنفسه. لماذا لم تحضر يوم أمس وليمة نبي الله أيوب يا حالك؟ كنت مشغولا في التجارة طوال اليوم. أنصحك ألا تضيع منك وليمة اليوم، فالطيبات هناك كثيرة. لا أفهم، لماذا ينفق أيوب كل ثروته على إطعام الناس وكسوتهم وعلاجهم؟ إنه يتقرب إلى ربه يا رجل. هل تظن ذلك يا سيدي؟ بالطبع، وإلا فلماذا يضيع ماله؟ من أنت أيها السيد؟ أنا تاجر من بلاد العجم. لم تقل لنا رأيك في النبي أيوب. لا داعي، أفضل أن أحتفظ به لنفسي. لقد شوقتنا أكثر لمعرفة رأيك. أرى أن أيوب يتظاهر بطاعة الله وليس مخلصا في عبادته. هذا أغرب رأي سمعته. كيف؟ اشرح لنا أكثر. إن الرجل الغني لا يضيره أن ينفق ماله ليشتري به مديح الناس. لو كان أيوب فقيرا لعرفتم معدنه الحقيقي. وقضت مشيئة الله تعالى أن يمتحن نبيه أيوب امتحان الصبر، وبدأ السؤال الأول في ذلك:
وكان الامتحان الأول امتحان الحقل. حقول أيوب تحترق، حقول أيوب تحترق. أيها الناس، أيها الناس، أعينونا بالماء. سلم يا رب. الفتاة، هيا بنا نساعدهم. هل نلقي بأنفسنا وسط النار؟ معك حق، إن أيوب نفسه ترك أرضه تحترق ولم يخرج من صلاته ليحاول إنقاذ ماله. يا لها من كارثة، ضاعت ثروة أيوب بأكملها. الآن نستطيع أن نحكم على حقيقة تدينه. ستثبت الأيام لكم أنني على حق. احذر يا سيد أن تلمسك النار. لا تخف علي من النار، بل أخاف على أيوب صاحب الأرض المحترقة. ما كان ينبغي أن تخاطر بحياتك يا ولدي على هذا النحو. إنها أرضي يا أمي. بل هي أرض الله يا بني، وما جرى فيها قضاء الله. هل كان الأصوب أن أترك الأرض تحترق دون إنقاذها؟ بل الواجب عليك يا بني أن تحمي أرضك وتصونها وتمنع عنها الأذى والخراب وتحرص على إعمارها من جديد، فقط لا تفرط في نعمة الحياة. فهمتك يا أمي، سأحاول أن أزيل آثار الحرق مع إخوتي ثم نبدأ في الزراعة مرة أخرى. يحميك الله يا بني ويرعاك. هل أبي بخير؟ الحمد لله، لم تفارقه ابتسامة الرضا، ليتك تقتدي به وتمنع هذا العبوس عن وجهك. إنني حزين يا أمي على احتراق الأرض. لا يحزن المؤمن إلا إذا أذنب أو فرط في جنب الله، أما الدنيا فهي زائلة يا بني. يا سيد حوراني، أين تذهب في جوف الليل؟ ذاهب لزيارة نبي الله أيوب لأواسيه. لتواسيه؟ وما الداعي؟ لقد فقد الرجل الطيب أرضه وماله. لديه من الأولاد 10 ويستطيعون إعمار الأرض وإعادة المال أضعافا. يا لها من كارثة مروعة. كيف مات الأولاد 10 في يوم واحد؟ يقولون إن صاعقة هبطت من السماء وقضت عليهم جميعا. هناك من يقولون إنهم مرضوا بوباء عجيب. اصمتي، إن رحمة قادمة. البقاء لله يا رحمة. نعلم أن المصيبة كبيرة. إن العين لتدمع وإن القلب لا يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي الله. استرد الحق وديعته، والحمد لله على كل حال. يا له من جبل صامت. عمن تتحدث يا حوران؟ عن نبي الله أيوب، فقد أولاده 10 ودفنهم بيده ثم نهض إلى صلاته وعبادته. بينما كان نبي الله أيوب يصلي لربه ويسأله سلامة القلب، كان الشيطان إبليس يبحث عن وسيلة جديدة يحارب بها النبي الكريم. ألن تذهب معي لنزور نبي الله أيوب ونحاول أن نخفف عنه ما هو فيه؟ وماذا جرى له؟ ألا تعرف يا رجل إنه فقد ولده بعد ماله؟ ما دامت معه صحته يستطيع تعويض المال والولد. هذا صحيح، الصحة أهم من المال وأهم من الولد. وأيوب قوي منفور الصحة، لا تشعر أبدا عندما تراه أنه في سن 70. أهو في هذه السن حقا؟ يبدو لي أصغر بكثير. صفاء القلب ينعكس على وجه صاحبه. ترق لحال أيوب وهو أفضل منك حالا، ليتك تملك نصف قوته وصحته. رحمة، أصحيح ما جرى لزوجك؟ نعم، أصيب بمرض شديد لا ندري له سببا. أعرف أنه يقوم في جوف الليل ليصلي، والجو شديد البرودة، ربما تعب لهذا السبب. ليس مجرد برد، إنه يتألم بشدة، وبدلا من الصراخ يردد لفظ الجلالة في خشوع. اهدئي يا رحمة، لكل داء دواء. ما يخيفني أن جلده يسقط وكذلك أجزاء من لحمه. إلى هذا الحد؟ يا له من مرض شديد. أيكون معديا؟ لا أدري، ولا يشغلني أن تصيبني العدوى، أنا فداء له.
نصيحتي لك أن تكوني على حذر. لا أريد أن أتأخر عليه، ربما احتاجني في شيء. أتمكثين معه طوال الوقت لخدمته؟ هذا واجبي وأقل من الواجب. أرجوكم يا سادة، كيف تطردون نبي الله من بيته ومن قريته؟ إنه رجل مريض ومرضه شديد الخطورة، وسوف يؤذي القرية بأسرها. تكلم يا سيد حوران، قل شيئا. ربما القوم على حق يا ابنتي، فهم يمنعون الأذى عن أنفسهم وأولادهم. نبي الله أيوب صار في أعينكم أذى؟ عندما يشفى بإذن الله سيعود إلى بيته ونستقبله جميعا. أهذا آخر قول لديكم؟ المصلحة تقتضي حماية المجموع حتى لا يتحول المرض إلى وباء. وإلى أين نذهب؟ اذهبوا خلف تلك الجبال البعيدة، إنها أرض مهجورة قد تسكنها الذئاب والوحوش. إذا كان زوجك نبيا بحق سيحميه ربه. إنسان في هذا المكان الموحش. السلام عليك يا ابنتي، إنني طبيب ماهر في علاج الأمراض المستعصية. كنت أجمع من هنا بعض النباتات النادرة، أرجو ألا أكون قد أزعجتك. انتظر أيها الطبيب، إن زوجي مريض للغاية وحاولت علاجه بكل الطرق دون فائدة. ما هي أعراض المرض؟ لحمه يسقط من جسده ولم يبق منه إلا العظم والعصب. هذه حالة نادرة لا يعالجها غيري. أتوسل إليك أن تعالجه، وسأعطيك ما بقي لدي من ذهب. لا أحتاج إلى الذهب، وإنما تخفيف آلام الناس هو أجري وثوابي. بارك الله لك يا سيد الطبيب. العلاج أن يقتل ذبابة ويطحنها ثم يركع أمام صنم لبعض الوقت. زوجي نبي الله أيوب ويستحيل أن يقبل الركوع لغير الله. بل يجب أن يفعل ذلك إذا أراد الخروج من محنته. الموت عنده أهون مما تقول، ابتعد إنك إبليس رجيم. كان نبي الله أيوب عليه السلام طوال هذه السنين يرقد من المرض، ليس في بدنه عضو سليم إلا لسان يذكر الله وقلب ينبض بالصبر والإيمان. يا حبيبي وزوجي وسيدي، أنت نبي الله مجاب الدعوة، فلماذا لا تدعو لنفسك بالشفاء؟ أجابها نبي الله أيوب، إنه يستحي من طلب الشفاء خشية أن يكون اعتراضا على قضاء الله. على الأنبياء أن يصبروا ويحمدوا الله على كل حال. أعرف، ولكنك تعاني من المرض منذ سنوات طويلة، تعبنا من عدها. قال نبي الله: إن الله قد من علي بالصحة 70 سنة، ألا يكون من الأدب أن يصبر 70 عاما مثلها؟ هل تنوي أن تصبر 70 عاما كاملة؟ كلما ادخرناه نفس بعت كل حلي وملابسي الزائدة، ولا أعرف ماذا أصنع في الغد. صديقتنا رحمة جاءت. كيف تعرفت عليها؟ وهي بهذه الملابس القديمة الخاشنة، أرى أطراف ظفائرها الذهبية. نعم، كانت رحمة دائما أجمل النساء وأطولهن شعرا. شعرها ينساب كخيوط الذهب. السلام عليكما. ليس معي نقود لأشتري شيئا يا رحمة. وأنا لم آتي لأبيع، إنما لأطلب العمل. عمل؟ أي عمل؟ أستطيع حلب الماشية أو حياكة الملابس أو إعداد الطعام. عندي جارية تعمل كل هذا لي دون أجر. لا يصح أن نتحدث هكذا مع صديقتنا رحمة. إذا تحدثي أنت وحدك معها. آسفة يا رحمة، ليس عندي عمل يناسبك. إنني في أمس الحاجة إلى المال. ما رأيك أن تبيعي لي ضفيرتيك الذهبيتين؟ ما أخبار أيوب؟ ألا يزال على حاله؟ بكل تأكيد، إنه لا يقدر حتى أن يذهب إلى الخلاء إلا وزوجته تمسك بيده. يا لها من حياة صعبة. في رأيي أن الموت السريع
أفضل من هذا المرض. لماذا لا ينعم عليه ربه بالشفاء؟ لابد أنه ارتكب ذنبا عظيما لا يغتفر، ولهذا فربه يعاقبه عليه طوال حياته. كلام معقول، ولكن ترى ما هو الذنب الشديد؟ لقد كان أيوب دائما رجلا صالحا. هذا في الظاهر، لا نعرف ماذا يخفي علينا. نعم صحيح، الناس أسرار. أيوب الذي ظنناه صالحا يرتكب أعظم الذنوب. سمعت اليوم ما ألمني، إنهم يتقولون عليك ويتهمونك في إيمانك. قال لها نبي الله أيوب: إنه لا ينشغل بما يقول الناس ما دام رب الناس غير غضبان عليه. يعتقدون أن الله غاضب عليك ولهذا لا يمن عليك بالشفاء. أثبت لهم أنهم كاذبون، أدعو ربك أن يشفيك. غضب نبي الله أيوب من إلحاح زوجته وتدخلها في علاقته مع ربه، لكنه لزم الصمت. لماذا لا تجيبني؟ ألا تسمعني؟ أحس نبي الله أن زوجته قد تجاوزت ويجب تأديبها، لكنه لا يقدر، فقال: لو شفاني الله لأجلدنك 100 جلدة. أهذا جزائي يا أيوب؟ تجلدني 100 جلدة لأنني أريد لك الراحة والشفاء؟ سامحني يا رب. باعت السيدة رحمة كل ما كانت تملك من حلي ومتاع، وأجرت نفسها للعمل خادمة في البيوت لتجد ما تطعم به نفسها وزوجها. رحمة، لماذا جئت متأخرة؟ عفوا، تعرفين أنني أنتظر زوجي لأخدمه ثم آتي على الفور. هذه الظروف لم تعد تناسبني، أريد خادمة مقيمة أطلبها وقتما أريد. سأحاول التبكير فيما بعد يا سيدتي. قلت إني لم أعد في حاجة لخدمتك. وأين أذهب الآن؟ هذا شأنك وحدك. أيمكنني أن أستعير رغيفا من الخبز وأرده فيما بعد؟ تعرفين أن لكل شيء ثمنا. وهل عندي ما أقدمه لك؟ شعرك هذا المنساب كخيوط الذهب، ما حاجتك به؟ شعر المرأة زينة لها. الزينة أهم أم الخبز؟ لماذا استدعيتنا يا صعباء؟ لا شيء، أردت أن أدعوكن لتناول الطعام معي. ستأكل الخادمة معنا؟ لا، إنها ستبيع لي شيئا ما بكامل إرادتها، أليس كذلك؟ تفضلي، قصي ضفيرتي التي اتفقنا عليها. هل اشتريت منها ضفيرة من الشعر؟ نعم، مقابل رغيف كامل من الخبز. وهل وافقت يا رحمة؟ لا أرغمها على شيء، إن لم تكن موافقة فلتعترض أو تقاوم. أين الخبز؟ تفضلي بالهناء والشفاء وخذي بعضا من اللحم أيضا. هل تسمح لي أن أطعمك بيدي يا سيدي وزوجي؟ سألها النبي الكريم من أين أتت بالطعام. أخذته من امرأة في القرية لقاء عمل أديته له. عاد النبي الكريم ينظر إليها وقد شعر أنها تخفي عنه شيئا. ثق يا سيدي، أنا لم أفعل ما يغضبك مني، ولا أتساءل الطعام أبدا، بل دائما أعطي أكثر مما آخذ. كل وأنت مطمئن، نفذ الطعام من بيتي. ما رأيك في ضفيرتي الجديدة؟ وقد ثبتها في رأسي. كنت أسأل عن الطعام يا صعباء. أنت الآن تملكين ضفيرة واحدة وأنا كذلك، لا أحد فينا يستفيد بالضفيرتين معا. أتقصدين؟ بالضبط، تبيعين لي الضفيرة الثانية لقاء المزيد من الخبز واللحم. إنني لا أدري ماذا أقول. حسنا، فكري في الأمر، الطعام موجود هنا في أي وقت. موافقة، خذي ما تبقى من الشعر. هكذا تقتضي الحكمة، الطعام أجدى وأهم، إنني أفعل هذا من أجل خاطرك فقط. ليرحمنا الله. وعادت رحمة إلى زوجة نبي الله أيوب لتطعمه وتخدمه. أرجوك يا سيدي وحبيبي أن تتناول شيئا من الطعام، فالجو شديد البرودة، كل لأجل خاطري. عاد نبي الله يسألها من أين أتت بالطعام. قدمت خدمة لنفس المرأة
وأعطتني طعاما بمقابلها. لاحظ النبي الكريم خوف زوجته فطلب منها أن تنزع حجابها. إنني عاد النبي الكريم يؤكد أمره لها. لقد اضطررت لذلك، لم يكن أمامي خيار آخر، إما صحتك واستمرارنا في الحياة وإما زينتي. سألها النبي الكريم لماذا لم تخبره بالحقيقة؟ خشيت أن ترفض بيعي لشعري، وما كنت أحتمل أن أراك جائعا، أرجوك أن تسامحني. هنالك نظر أيوب إلى السماء وهو يبكي ودعا ربه قائلا: رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. يا له من جو عاصف، الرياح شديدة اليوم، أخشى أن تفسد شعري. شعرك؟ تقصدين شعر رحمة؟ لقد صار شعري من اليوم. اشتريت الضفيرة الثانية؟ انظري بنفسك، الضفيرتان. انتظري يا فتاة، لا تذهبي بعيدا. أين أنت؟ أين ذهبت الضفائر الجميلة؟ لن أعود إلا بها. ما هذا الصوت المخيف؟ دخلت رحمة إلى خيمتها فلم تجد نبي الله أيوب، كان قد تحامل على نفسه وصار وحده إلى نهر بعيد، نزل في الماء وشرب واغتسل، فذهبت عنه كل القروح وخرج سليما معافى. عندها وجد أمامه ثوبا من الجنة. أيها الرجل الطيب، ألم تر زوجي؟ ابتسم لها نبي الله أيوب دون أن يرد. إنه رجل مريض فيه شبه منك، ولكن عاد نبي الله أيوب بالابتسام قائلا: ألم تعرفيني بعد؟ زوجي وسيدي نبي الله أيوب، الحمد لله الذي شفاك وعفاك وردك إلى أفضل حال. نظر نبي الله أيوب إلى السماء فوجدها تمتلئ بجراد من الذهب الخالص، فأخذها يضمها إلى ثوبه ويكثر منها. يا نبي الله، ألا يكفيك ما أخذته من الذهب؟ قال لها نبي الله أيوب: وهل يكتفي المرء من فضل الله؟ وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. لا أدري ما حاجتنا إلى القش ومعنا كل هذا الذهب، ولكني لن أناقشك بعد الآن. ابتسم نبي الله أيوب وهو يتناول منها أعواد القشر رفيعة. يجب أن أذكرك يا سيدي بأنك قد أقسمت بتأديبي وجلدي 100 جلدة إذا ما شفاك الله. قال لها النبي أيوب: إن الله أرحم بنا من أنفسنا، أمرني الله أن أضربك ضربة واحدة بأعواد القشر هذه، فلا أوذيك وفي الوقت نفسه أكون قد أديت قسمي. لم أشعر بالألم مطلقا، أهكذا انتهى عقابي؟ كم أنت رحيم يا الله. قال نبي الله أيوب: الحمد لله الذي هدانا إلى مقام الصبر وأعاننا عليه وأرانا في دنيانا جزاء الصابرين. إن أبانا أيوب ينتظرنا للصلاة. حاضر يا أخي رحيم، سأخبر بقية إخوتنا 10 حتى لا نتأخر عليه. أتعلم أن لنا 10 إخوة آخرين ينتظروننا في الجنة بإذن الله؟ نعم، أخبرتني أمي رحمة بذلك. خير الله أبانا بين أن يعيد له أولاده 10 أو أن ينجب غيرهم. واختار أبي كعادته الاستزادة من الخير والشكر. ها هي أمي تقف عند الباب. أسرعوا يا أبناء أيوب، فموعد الصلاة قد حان، ولا يصح للمؤمن أن يتأخر عن ملاقاة ربه. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب.
وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. حدثت قصتنا في المدينة المنورة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إليها بأربع سنين، وكان أهل المدينة في ذلك الوقت يعانون من كساد التجارة وقلة الغذاء حتى جاع أكثر الناس. قتادة يا زوجي الطيب، ألا تسأل هؤلاء الناس أن يعطونا شيئا مما أعطاهم الله؟ يا سهيلة، إنهم مثلنا لا يملكون شيئا، ولو كانوا يملكون طعاما لاقتسموه معنا كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكني أرى القدور تغلي فوق النار. لا يوجد بها غير الحصى. ها فهمت، يشعلون النار ليقنعوا الأطفال بأن هناك طعاما يعد فيطمئنوا ويستطيعوا النوم على جوعهم. الحمد لله على كل حال. قتادة، سمعت أن عمك رفاعة يملك طعاما كثيرا ويملك كذلك درعا من الحديد. نعم، أعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم تلك الدرع من الغنائم أمام الناس جميعا. أعرف قصة الدرع، ما يعنيني الآن هو الطعام. أخجل أن أطلب منه يا سهيلة. كيف تخجل وهو عمك؟ حسنا، سأذهب إليه قبيل الفجر وأعرض الأمر بشكل لائق، كأن أقول مثلا أريد أن أؤجر نفسي للعمل، وسيفهم بالتأكيد. أرجو ذلك يا قتادة، تصبح على خير. أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. أشم رائحة لبن طازج وعسل أيضا. هذه الروائح يا طعمة تأتي من بيت جارك اليهودي زيد، أعوذ بالله من هجار السوء هذا. يا إخوتي في الله، دعونا من اغتياب الناس ولنتحدث في خير. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. ما رأيكم في الحديث عن خروف مشوي؟ ألا تفكر إلا في الطعام يا أخي؟ ربما لهذا السبب اشتهر أخونا بشير بين الناس بكنية طعمة. اسمعوا يا أحبتي في الله، الجوع الذي نعاني منه هو امتحان من الله ليختبر إيماننا، وعما قريب سنكون في خير إن شاء الله. خير؟ أي خير يأتي وسيد من سادات الخزرج مثلي لا يجد كسرة من خبز؟ أظن هذا هو المكان. من هناك؟ السلام عليك يا أخي في الله، يا طعمة. ما الذي أتى بهذا الأوسي قتادة في هذا الوقت؟ لماذا جرى مني طعمة الخزرجي ولم يرد علي السلام؟ يا أيها
الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون انظر يا قتادة لقد ثقبوا الحائط وسرقوا ثروتي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اهدأ يا عمي سرقوا الدرع الغالية لابد أن السرقة من أعدائنا من الخزرج لا تفكر بهذه الطريقة يا عماه لقد ألف رسول الله صلى الله عليه وسلم بيننا نحن قبيلة الأوس وبين الخزرج وأنقذنا من الفتنة ومن يكون السارق إذن؟ لو أبلغت عمي بما رأيت لأشعلت حربا بين الأوس والخزرج الأفضل أن أبلغ رسول الله إلى أين تذهب في مثل هذه الظروف يا قتادة؟ سأذهب إلى رسول الله لأبلغه بأمر مهم قد علم رسول الله أنني سارق الدرع هل أنت متأكد؟ أبلغه قتادة بعد أن رآني أحمل الجوال في الطريق لم نقل لك أن تسرق يا طعمة هذا خطأك أنت ليس هذا وقت اللوم أنتم أهلي وعشيرتي من الخزرج ويجب أن تحموني حتى إذا أخطأت معه حق ستعيرنا قبيلة الأوس ما حيينا وما العمل؟ ادفن الدرع المسروقة في بيت جارك زيد اليهودي أحسنت يا مبشر سيتهم هو بالسرقة بدلا مني ها؟ ولكن ما العمل في قتادة الذي رآني في الطريق؟ نذهب إلى الرسول ونقول إننا رأينا زيدا يسرق هذا لن يحدث أبدا أتريدونني أن أكذب على رسول الله؟ إذا نلزم الصمت ولا تبلغ بما عرفت ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم نفرا من المسلمين ليفتشوا بيت زيد ويبحثوا عن الدرع المسروقة لا تضيعوا وقتكم يا سادة أنا لم أسرق شيئا أعيد كل شيء مثل ما كان لا يوجد شيء في البيت لعله أخفى الدرع خارج البيت أمامكم جبال يثرب كلها فتشوها حجرا حجرا لماذا الأرض غير مستوية في هذا الموضع من الحديقة؟ لا أدري هل عدم تسوية الأرض تهمة أخرى؟ هيا بنا نحفر في هذا المكان هناك آثر لدقيق منثور استمر في الحفر ها هو الجوال وبداخله الدرع لا أفهم شيئا كيف أتى إلى حديقتي؟ لماذا لم تخبرني بأنك سرقت الدرع يا زيد؟ اصمتي أيتها الحمقاء إنها تمزح أردت أن تستأثر بثمنه وحدك أليس كذلك يا زيد؟ قلت اصمتي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير قتادة ألن تأكل شيئا؟ الحمد لله لا أشعر بالجوع إنه طعام حلال لقد أثمرت النخلة بفضل الله وجمعت لك منها هذا التمر الطيب كلي أنت بالهناء والشفاء لماذا تعذب نفسك باللوم والعتاب يا قتادة؟ أنت لم تقل إلا ما رأيت لقد رأيت بالفعل طعمة يحمل شوالا على كتفه أو خيل لي أني رأيته ألست متأكدا مما رأيت؟ ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم قد أدان زيد اليهودي وحكم عليه فإنني أصدق الرسول وأكذب عيني
ما الذي يحزنك إذن؟ قول رسول الله لي أني اتهمت رجلاً من المسلمين دون بينة. أحسن الظن بالله ورسوله يا قتادة، ولا تحمل نفسك فوق طاقتها. وقبل أن يشرق فجر اليوم التالي، أرسل الله تعالى الملك الأمين جبريل إلى نبيه صلى الله عليه وسلم ليوحي إليه قرآناً يبرئ زيد اليهودي ويكشف عن حقيقة السارق. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه، وكان الله عليما حكيما. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. من يصدق ما جرى؟ أخرجت الدرع بنفسي من حديقة زيد. كنا على ضلال يا أخي، كانت قلوبنا تتمنى أن نبرئ أخانا المسلم فلم نستمع لشكوى البريء. نعم، تحكم فينا الهوى فكان من السهل أن نضل. لقد رأيتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصعد فوق المنبر ليبرئ أمرا ليس من ديننا، فإياكم والظلم ولا تتهموا الناس بالباطل. لقد صدق الله، والدرع لله. أشهد أنني سأبيع هذه الدرع وأهب ثمنها لإطعام الناس. زيد، أما زلت غاضبا مني؟ لقد شككت أنني سارق يا رحيل. سامحني يا زوجي، رأيت الجوال بعيني مدفونا في حديقتنا. أتظنينني أسرق؟ لماذا لا تجيبين؟ ليس هذا هو المهم. وما هو المهم إذن؟ المهم هو هذا الدين العجيب الذي يهتم بتحقيق العدل ولو على حساب أتباعه. لقد نزل قرآن لأجل تبرئتك وإدانة المسلم، ألا تفكر في الأمر؟ ها؟ ماذا تقصدين؟ أعلن إسلامي؟ مستحيل، سأظل في معاداتي لمحمد وأتباعه ما حييت. وربي موسى وهارون، إنما قاله محمد على منبر المسجد ونقله لنا الناس ليجعلني في حيرة. دعك من الحيرة واحضري لما تبقى من لبن وعسل، فإن اتهامي بالسرقة قد جعلني أشعر بالجوع. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. قلت لكم إن الكذب يهلك صاحبه، كيف بكم وقد كذبتم على رسول الله؟ سنبكي بين يديه صلى الله عليه وسلم ونتوسل أن يسامحنا. كنا نقصد أن نحمي سمعة العائلة ونمنع الفضيحة ونطفئ نار الفتنة بين الأوس والخزرج. ها قد علم الناس بالحقيقة أن المسروق من الأوس والسارق من الخزرج، ولم تشعل النار ولم تقم الحرب كما تدعون. العدل وحده هو الذي يطفئ نار الفتنة. لست أفضل منكم حالا، لقد كنت كالشيطان الأخرس. صحيح أنني لم أكذب في حضرة رسول الله، لكنني كتمت عنه شهادة الحق. يا ويلنا مما فعلنا. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، إنه لا يفلح الظالمون.